الدار البيضاء، كاين خارط بحاله بحال سائر المواطنين المغاربه في الاحتفال براس السنه الامازيغيه، واللي اليوم كيحيي الذكرى 1967، فرق ديال تقريبا 950 سنه على التاريخ الميلادي. هاد الذكرى هذه اليوم كتزيد تاكد الدستره ديال اللغه الامازيغيه اللي جابت الدستور ديال 2011 كلغه رسميه ثانيه، كذلك كتجي في اطار احياء الهويه المغربيه ديال المغاربه الامازيغ بكل انواع ديال الطيف الموجوده في سواء اللي في الاطلس او في الجنوب او في اي مكان من الاماكن. ثم كذلك اليوم كاين احياء ديال احواش ديال الفرق الفولكلوريه المتنوعه من كل مكان، من يعني اللي كترجم هاد الهويه ديالنا كمغاربه كامازيغ هنا موجودين في بلاد المغرب. ثم كذلك كاين اليوم كاين واحد المعرض اللي شفتوه فيه انواع الاكلات الامازيغيه اللي تعرضت اليوم هنايا، باش حتى الشباب ديالنا وليداتنا والصغار والكبار يعرفوا اليوم هاد الميزات اللي كيتميز بها يعني كتميز بها القبائل الامازيغيه ببلادنا. في هذا النهار حنايا كنحتفلوا بالتقاليد ديالنا وكنديروا يعني تقاليد يعني كل عام، بحال كنطيبوا العصيده وكناكلوها، كنتفارقوا مع الجيران ديالنا، كنعيطوا العائلات بحال اي بوناني. وكنتمنى زعما التقاليد ديالنا نبقاو محافظين عليهم، سواء شباب سواء ناس كبار، يعني يبقى هادشي غادي من جيل لجيل والتراث ديالنا يبقى مستمر ان شاء الله. بغيت نقول لجميع الامازيغ اسكو سمينو، اي الناس تمنى ان شاء الله اللي تخلي عليكم بالصحه والسلامه. Thank you.